سيكون لنا برنامج خاص في الرقابة، لن نتسامح. لازم يعرف التاجر نتسامحوا معاه في كل الأشهر الأخرى، نكون يعني إخوة مع بعض، حتى إذا أخطأ نتغاضى عليها، لكن في شهر رمضان لن نتسامح ولن نتغاضى على أي شيء. نتكلم لكم هكذا باش تفهموا، راح يكون السولد وين؟ في الحوايج، في الصبابط، في الإلكتروميناجي، وفي الماعني، خي تعرفوا عادة الجزائريين في رمضان واش يحبوا يغيروا، راح يكون السولد. ثاني راح يكون ما يسمى لا فونت بروموسيونيل، يعني راح نسمحوا التجار الصناعيين كل يعني كل ما يتعلق بالخضر والفواكه والمواد الغذائيه راح تكون مباعه باسعار تفاضليه. الامر الثاني اللي راح نديروه هي لي فوار. طلبنا رسميا من جميع مصالحنا، الغرفه التجاريه، مديري التجاره، باش ينظموا بالتنسيق مع السيد الولاة ما يسمى معارض للبيع للمنتجات المحليه، يعني راح نبيعوا لي برودوي لوكو، يعني منتجاتنا، منها ندعموا الانتاج المحلي ومنها نسمح المواطن يشري في اطار السولد وفي اطار لافونت بروموسيونيل. وقلنا في هذه الفضاءات خلوا الناس يدخلوا، كان تاجر او غير تاجر، يعني سنكون جد متسامحين، المهم تباع فقط المنتجات المحليه.